نظمت الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية حفل إفطار في حي الأسمرات ضم عشرات الأسر وأبناء وأهالي الحي، فضلا عن عدد من القيادات المجتمعية والدينية. يأتي هذا الإفطار تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي وفي إطار الجهود المبذولة لخدمة المواطنين. تأكيدا على الدور المجتمعي في المناطق الأولى بالرعاية، نظمت الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية حفل إفطار في حي الأسمرات ضم عشرات الأسر وأبناء وأهالي حي الأسمرات وسط أجواء من المودة والمحبة التي سادت المكان. الفعالية النهاردة هي إفطار جماعي للشركاء مع الهيئة من المستفيدين والمسؤولين، شركة مع بعض بنحتفل برمضان وبنحتفل بالإفطار معا في جو من المحبة، جو أسري. كلنا بنحتفل بدعوة كريمة من الهيئة القبطية الإنجيلية على إفطار للأسرة المصرية الشركاء النهاردة. النهاردة كلنا مصريين، بيحكمنا دولة نظامها ديمقراطي بيؤمن بالمواطنة. النهاردة كل المصريين جايين على مائدة واحدة، مائدة الوحدة الوطنية، مائدة الشركاء. مفيش مسلم ولا مسيحي، كلنا مصريين. أقيم حفل الإفطار في المدينة الشبابية بالأسمرات وضم عددا من القيادات المجتمعية والدينية التي أكدت على تلاحم أبناء الشعب المصري في المناسبات والاحتفالات الدينية المختلفة، حيث تزامن شهر رمضان الكريم مع بداية الصوم الكبير لدى الإخوة المسيحيين. فعليا النهاردة احنا كل سنة بنيجي في رمضان نفطر سوا ونقدم التهاني لبعض بمناسبة الأصوات، والسنة دي جه الصوم في نفس الميعاد نفس التوقيت، فطبعا كان لازم ان احنا نجتمع برضو ونهني بعض بالصوم. واحنا مصر هتفضل كده على طول، يعني مصر هي كانت كده وهتفضل كده. طبعا هي دي طبيعة الشعب المصري من زمان، مش من النهاردة، ده شيء مش مخترعينه، احنا تعودنا كده على طول. دي بتبين ان احنا لحمة واحدة، ان الشعب المصري ايد واحدة، ان احنا دايما في امن وامان والبلد كلها بخير واحنا في عطاء. شايف الكل الكبير والصغير، المسلم والمسيحي، كلنا متجمعين في حب مصر. حفل الإفطار ضم 2000 مصري تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي ليؤكد على دور المؤسسات المجتمعية في توحيد الجهود نحو خدمة المواطنين والأهالي الأولى بالرعاية. أحمد الحسيني، التلفزيون المصري.